قاعدة أساسية، أنت مهم، أنت كإنسان لم تخلق عبثا، وجودك في الكون له سبب، فما في إنسان يستقل من نفسه أو يحس أنه ما له دور في الحياة أو أنا مين، أنا ماشي على هامش الحياة. وكل إنسان وجوده يغير في كل الكون، كل الكون لن يكون كما هو اليوم بدونك. يعني إذا أنت خرجت من الكرة الأرضية دي، كل منظومة الكون حتتغير، مجريات الأحداث حول الكرة الأرضية كلها حتتغير. لذلك في قاعدة ما يسمى البترفلاي إفكت أو أثر الفراشة، أنه لو في فراشة حركت جناحيها في كاليفورنيا ممكن تسبب إعصار في بلد عبر المحيط بسبب الذبذبات. ليه؟ لأنه كل الكون متصل، كلمتك، فعلك، حركتك، كل ذرة عمل تقوم بها تؤثر على الكون، ووجودك له هدف، سواء أنت فهمت الهدف ده ولا ما فهمته. ولكن لما الله قرر أنه يخلقك، خلقك لهدف وسبب. استشعار هذا السبب هيغير تعاملنا مع الحياة.